ثم مين اللي قال ان الخمر ملاش منافع؟ ده رقم واحد. اللهم صل على النبي. رقم اتنين، دي اسئله لازم تطرحها على نفسك وانت بتشتغل، واللي بيسمع لازم يفكر، طب مين اللي قال ان منافع الخمر هي منافع طبيه فقط؟ طب مفيش منافع دنيويه للخمر؟ في مستغرب ليه يا راجل؟ ده الدعاره ليها منافع دنيويه، تعرف كده حضرتك؟ هي دي قله الادب دي. اما قال لي الادب صحيح، ما تتلم يا خالته. بيكسبوا من وراها فلوس، منافع عادي. الزنا ليه منافع دنيويه؟ الزنا اللي ربنا حرمه. يا بوي، اما تحمل حموريه. يشعر الانسان بعده بنشوه ولذه وراحه. وانا صغير كان اللص بتاعي بياخدني في حته مقطوعه اسمها المواسير، وكان بيغتصبني جامد قوي قوي، وانا اقعد اقول له بلاش حرام بلاش، بس انا كعاطف اتبسط. الخمر ليها منافع دنيويه، اكبر تجاره في العالم دلوقتي هي تجاره الخمور والسجاير، اكتر حاجه بتكسب، والناس بتصرف اللي قدامها واللي وراها لادمانها الخمر. ليه؟ لان في لذه يجدها الانسان في نفسه، نشوه كده وطرب حينما يشرب الخمر. اللهم صل على حضره النبي. انت جبت المعلومات دي منين؟ يبقى ليها لذه، يبقى اللذه دي من منافع الجسد البشري. يبقى ربنا لما قال ان في الخمر في منافع، في منافع فلوس، وفي لذه بشريه يجدها الانسان، وفي كمان على فكره منفعه طبيه. الخمر بتاع اللي بيشربوه ده لما تصدي على جرح ولا حاجه، لما يكونوا في المعارك وما عندهمش سبيرتو ولا كحول بيعملوا ايه؟ بيحط الخمره دي وينضف بيها الجرح ويخيط ولا يعمل. يا باشا النهارده تاكدت ان في امل، في امل في البلد دي تبقى كويسه، طول ما امثالك موجودين. روح يا شيخ، ربنا يخرب بيتك. يعني احنا ما بنفكرش بربع جنيه قبل ما نتكلم؟ ايوه كده، اظهر وبان على حياتك. ما ينفعش كده، ما ينفعش كده، ما ينفعش كده، ما ينفعش كده.